مرحبا بكم مشاهدي الاعزاء، احييكم وارحب بكم في عدد جديد من المجله الصحيه. تمنياتنا للجميع بدوام الصحه والعافيه. اهلا ومرحبا بكم، ومعا نستعرض في قرارات هذا العدد. تمنياتنا للجميع على الدوام بموفور الصحة والعافية. نرحب بكم دائما وأبدا في المجلة الصحية ومع رشد العدد. شدة الحاجة للفوز والنجاة، وما ينفع مال ولا بنون إلا من أتى بعمل صالح وقلب سليم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. فوجودنا في هذه الحياة فرصة للأعمال المرضية وتجنب المنهية، فمن لم يعمل بهدي الشريعة كما رسمته فأمامه حساب، ومن نوقش الحساب عذب، فضلا عن العقاب المهلك المردي. فالقلوب وجلة من خشية الله عز وجل، لئلا نكون قد قصرنا عن تأدية الواجبات للمعبود فنستحق منه البعد والطرد. أعاذنا الله من هذا. فاعمل يا أخي كي تسلم، والله يهدينا وإياك إلى طريق السعادة، وأن يرزقنا بفضله الحسنى وزيادة، إنه السميع المجيب، آمين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا. حلقة اليوم نعتبرها متميزة وخاصة جدا، وأيضا ضيفنا أيضا متميز. وقبل أن نفصح عنه وعن موضوع حلقة اليوم، نقدم هذه المعلومة التي تشير إلى موضوع حلقة اليوم كمدخل لها. شهدت الخرطوم مؤخرا فعاليات المؤتمر العالمي للنبت الفطري بمشاركة واسعة للعديد من الدول ومراكز الأبحاث العالمية، وتقدمت الجهات المشاركة في أعمال المؤتمر بأوراق بحثية حول المرض وأسبابه ووبائيته وتشخيصه العلاجي. وتشير الأبحاث إلى أن المرض ينتشر في العديد من دول العالم وفي المناطق الاستوائية وأمريكا الجنوبية والهند. ويعد المؤتمر العالمي للنبت الفطري من المؤتمرات الهامة التي تبحث في أسباب وتشخيص وعلاج هذا المرض. وقد شهدت الخرطوم دورته الثالثة، حيث عقد المؤتمران السابقان في كل من فنزويلا والمكسيك.
موضوع حلقة اليوم قد اتضح للجميع. نتحدث بمشيئة الله عن النبت الفطري أو الماسيتوما. ضيفنا الذي نتشرف به كثيرا في هذه الحلقة والحائز على وسام العلم الذهبي نتيجة لأبحاثه في مرض النبت الفطري أو الماسيتوما، وأيضا كان يمثل سكرتير عام المؤتمر العالمي للنبت الفطري الذي عقد في الفترة من 2 إلى 5 من فبراير الجاري. نرحب كثيرا بالبروفيسور أحمد حسن فحل، أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة الخرطوم ومركز أبحاث الماسيتوما بمستشفى صوب الجامعي. مرحب بك دكتور أحمد، ونحن سعداء جدا بتشرفك لنا في داخل الاستوديو. أهلا وسهلا وشكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة الجميلة للقائكم ولقاء المستمعين للتحدث عن هذا المرض الذي منتشر في السودان من فترة طويلة، لكنه مهمل إهمال شديد من كل الجهات، من كل الهيئات، من كل الوساطة العلمية الصحية في السودان. نعم، يمكن لذلك رأينا أن نسلط عليه الضوء من كل الجوانب حتى تتضح الرؤية واضحة لجميع المشاهدين. إذن في البداية دكتور بروفيسور أحمد، تريد لو نأخذ نبذة تاريخية وتعريفية عن مرض النبت الفطري أو الماسيتوما. النبت الفطري أو الماسيتوما من أمراض الشائعة جدا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وهو معروف في السودان من فترة طويلة جدا، معروف تقريبا من قبل زمن المهدية في السودان. وأول بحث علمي عن هذا المرض كان في حوالي 1904، والمريض كان من جنوب السودان وكان من منطقة بور تحديدا. المرض هو عبارة عن مرض مزمن تسببه بكتيريا أو فطريات معينة. بتكون هذه الطفيليات، هذه البكتيريا أو هذه الفطريات موجودة في التربة، وتنتقل لجسم الإنسان عن طريق الخدوش والجروح والإصابات. وعند حدوث الالتهاب تحت الجلد بيحصل زي ورم دائما غير مؤلم، ودي مشكلة كبيرة من المرض متأخر جدا عن المرض غير مؤلم عموما. وبعد ذلك بيكبر شوي شوي هذا المرض، الورم بيزيد، تحصل فتحات بتطلع حبيبات، وبعد ذلك بيحصل التهابات مزمنة والتهابات حادة وتعوق حرارة المريض، وبالآخر ينتهي بالتلف الخلايا الأنسية، قد يصيب العظام برضو هذا المرض. نعم. طب في بيئات معينة اختصت بهذا المرض دون غيرها، بتبتاز بأشياء معينة؟ المرض موجود في كل أنحاء السودان، موجود بطريقة منتشر جدا في أواسط السودان، منطقة الجزيرة، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وموجود بكمية كبيرة في شمال كردفان وشمال دارفور. نعم. طيب يعني هذه المناطق يمكن نقول انها بتمتاز، مثلا مناطق الزراعة او الرعي او هذه المهن، من يمتهنون هذه المهن بالذات؟ والله هو المرض اكثر اصابة به المزارعين والرعاء. الطلاب حسب اللي عندي برضه بيقوا صابيه كميات كبيرة، لانهم بيكونوا عايشين في نفس البيئة مع اسرهم من المرعى والرعي، يعني بيلعبوا كورة، يجروا عشان الحفاية، هي برضه بتأثر كثير وتخلي المرض ينتقل للجسم. إذا يرتبط ارتباط وثيق بالبيئة. نعم. يمكن صحة البيئة أن تؤثر على انتقال. نعم، ينتقل ارتباط وثيق بالبيئة والمناخ. يعني معدل الأمطار، سقوط الأمطار، درجة الحرارة، درجة الرطوبة بتساعد على نمو المرض وانتشاره في المناطق دي. عشان كده موجود دائما في المناطق الاستوائية، موجود في السودان وفي الصومال والسنغال والمكسيك وفي الهند، ودي كلها تقريبا في منطقة العرض حزام واحد يسموه حزام الماسيتوما أو حزام النبت الفطري. نعم. طب هل يمكن أن يكون للحيوان علاقة في نقل هذا المرض من الإنسان؟ لا أبدا، ما في أي علاقة بين انتقال المرض من الإنسان للحيوان أو من الحيوان للإنسان. والمكروب هو موجود في التربة، اللي صار به غالبا يكون بيحدث زي شوكة طعنة أو خدش حينتقل من التربة إلى جسم الإنسان، وبعد ذلك يتطور المرض. بياخذ كم من المدة لحد ما يدخل جسم الإنسان تبتدى الأعراض، أو مدة الحضانة كما تسميها؟ الحضانة غير معروفة لأن المرض غير مؤلم، والإصابة الأشواك والجروح دي حاجة كثيرة جدا في السودان، فالواحد ما بده يربط بين الدخول المرض والأعراض. لكن في الأبحاث المعملية حوالي 3 أسابيع تكفي إن المرض يظهر في الحيوانات المعملية، الفيران أو كذا، بعد 3 أسابيع من الإصابة ممكن يكون في أعراض بتاعت المرض في هذه الحيوانات. طيب لو سألنا عن أول عرض
ممكن يحدث أو كمؤشر أنه الإنسان ممكن هو مصاب بالنبتة الفطري؟ الورم نص صار ورم تحت الجلد ويكبر تدريجيا شوي شوي، والورم غير مؤلم. نعم. ودي الناس بتحاول انه يعني ينسوا موضوع الورم ده او ما يشتغلوا فيه كثير او ما يهتموا بالموضوع ده، ويتفاعل ويكبر الورم ده، بعد ذاك يبقى فيه مشكله كبيره. يعني يمكن اشبه بالاصابه السرطانيه مثلا؟ هو يعني من ناحيه الكلينيكيه تقريبا نفس الشيء. الورم بيكبر شوي شوي، بيدي لتلف الخلايا والأجزاء والعظام بعض مرات. وممكن بعد ما تستعصي يرجع تاني، ممكن ينتقل عن طريق الجهاز الليمفاوي والقدرة الليمفاوية، ودي كلها تقريبا مؤشرات بتورينا جزي علاقة وصيغة بمرض السرطان. لكن هو ناحية الباثولوجية ما له علاقة بمرض السرطان. هو عبارة عن مرض التهاب مزمن تحت الجلد، وبعد ذلك بينتشر ويصيب بعض الخلايا الأنسجة. غير معدي؟ غير معدي، لكن دائما الناس اللي بصابهم بيكون دائما عندهم الورم بيكون كبير، يكون في فتحة بتطلع الفتحة دي، بتطلع الحبيبة دي بتكون موجودة في التربة. فلو جاء إنسان ثاني واختلط بالحتة اللي فيها التربة دي ممكن برضه يصاب بهذا المرض. شرط يكون عنده جروح؟ شرط يكون عنده جروح. دي من يعني تقريبا من أقوى النظريات التي بتساهم في 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 تفسير هذا المرض، لكن احتمال يكون في اسباب ثانيه، لكن من اهم النظريه انه يكون في جرح او خدوش. نعم. او اشواك، وبعد ذلك بيحصل الالتهاب وبيحصل الورم ده. نعم. يمكن ذكرت في البدايه انه هذا المرض غير معروف في كثير من الاوساط او لدى كثير من الناس. عشان نقوم نختبر معرفه الناس اجرينا بعض الاستطلاعات ونتابعها مع بعض، ومن ثم نعود ونواصل الحديث حول النبته الفطري مع بروفيسور الفحل. النبتة الفطري أنا في رأيي ولا في وجهة نظري أنه عبارة عن فطري، لكن سبب المرض شنو سبب المرض النبتة الفطري لا أدري والله. النبتة الفطري والله ما أعرفها حقيقة والله. أنا مرض النبتة الفطري ده ما سمعت به قبل كده. المايستوما هو عبارة عن مرض يعني ينتج من الأرض، من الزراعة، من حاجات كتيرة يعني، وهو ورم خبيث داخل جلد الإنسان، وهو بيورم وبيصير ورم بصير ورم، فالإنسان يعني بيجي لعلاج بلدي، فهذا كلام خطأ يعني أنا بقول. فأتمنى أن الناس يعني تكون عندها توعية، وناس التلفزيون بالذات يعني يوعوهم ويرون بالحاصل عن هذا المرض، فإن أي إذا مرض بنفس المرض المايستوما فهو لازم يلقى لأطباء. نواصل حديثنا حول النبتة الفطري أو الماستوما، وهذه بعض الإصلاحات التي أجريناها لنتعرف على انتشار الوعي بهذا المرض. ونستضيف في هذه الحلقة البروفيسور أحمد محمد أحمد حسن الفحل. بروفيسور الفحل، يمكن وضح تماما يعني من خلال هذه الاستطلاعات من بين 4 أنفار واحد هو الذي يمتلك المعلومة، ويمكن فعلا ده مؤشر يعني يمكن إلى حد ما خطير، على أساس أنه الناس بد أن تكون ذات وعي كافي بهذه الأمراض. إن ذكرنا على أساس أنه يمكن أعراض مرض الماستوما والنبتة الفطري تتداخل مع كثير من الأمراض، لو بدأنا عن كيفية التشخيص المبدئي لمرض الماستوما وكيفية تحديد هذه الإصابة بالذات بأنها هي نبتة فطرة. التشخيص بيبدأ كلينيكيا بالكشف السريع عن المريض، وزي ما قلنا هو عبارة عن ورم ومولم تحت الجلد. نعم. يكبر تدريجيا، بعدين يحصل فيه فتحات بتطلع إفراز مواد صدية والحبوبة بتاعت المرض ذاته. وفي تشابه كثير بين هذا المرض أمراض كثيرة. نعم. يعني مثلا الصل ممكن يكون برضه، الدرن يكون من أشياء زي كده. الأورام الحميد، الأورام الخد، التصوير قريبة. عشان كده الكشف السريع برا ما كفاية، لازم يكون في كشف معملي، وبنعمل ناخذ عينات من الدم نفحصها ونشوف كمية المواد المضادة لهذا المرض في الدم قدر شنو. حسب الأمر بنعمل صور أشعة إكس رايز، بنعمل حس موجات صوتية برضه بساعد كثير، بنعمل صوتية منطقة للمرض ذاته، حدث المرض. نعم.
بتورين فيها عنده خصائص وما الشراب تورين المرض هل هو ما هو يأتي نوع من المرض هل هو النوع البكتيري أو النوع الفطري برضو ممكن نقدر نحدده عن طريق الكشف للمواد الصوتية. نعم. حسب اللي عنده مستعمل الإبر يسموها الفاوم لا سبايس ايطالي ودي إبرة بتخش في الورم ذاته بتسحب منها مادة وفحصت الميكروسكوب بتورينا يتنوع من الأورام هي. نعم. يعني التشخيص صعوبة لحد عصا الاحتمال في الاخر نحتاج نعمل عمليه ناخذ العينه والعمليه معناها بلج عمومي معناها رغد في المستقبل بعدين نود العينه لمعمل انسجه المريض عشان نعرف بالضبط ما هو نوع المرض وما هو الاسباب السبب له. نعم يمكن ذكرت انه على اساس انه هذا المرض نوعين مسبب عن طريق فطريات واخر بكتيريا. نحن قبل ان نوضح الفروقات عن هذه الامراض اجرينا جوله في مستشفى سوبا الجامعي لبعض الحالات واول الحالات كانت عن المرض الفطر المسبب عن الفطريات. نتابع هذه الحالات مع بعض ومن ثم نعود ونواصل الحديث مره اخرى. طيب المريض الاول ده عنده الورم ده بدا له 3 سنة واثر على الجزء الاعلى من الفخذ والركبه اليسرى وتقريبا في فتحات عديده بتطلع الحبوب سوداء. طيب زي ما هو واضح في الفتحات الحمراء دي بيطلع منها حبوب سوداء عبارة عن حبيبات اللي هي فيها الفطر المسبب للمرض وفي تعطيل كامل للحركة في مفصل الركبة الأيسر من الحالات المتقدمة جدا في المرض. الإصابة حول الكعب الأيسر وبرضو في فتحات عديدة بتطلع برضو مادة سوداء حبوب سوداء عبارة عن إصابة فطرية والحالة معاولية زي 2 سنة محتاج لعلاج كيميائي وعلاج جراحي. هذا الألم ده أنا شغال طبيب في السعودية كنا شغالين في مزارع كده المهم ده بس الحاجة لكن ما معروفة شنو زي الطعنة كده في راحة الرجل اتطورت عملت نظام حبة وكبرت بسرعة كده عملت عمليتين هناك لكن ما أدى النتيجة كده جيت هنا برضه استعملت علاجات بلدية وكده لكن جيت هنا لصوبة في يوم 15/9/2001 الحمد لله في يوم 27/12 عملت العملية الأولى ويوم 24/1 عملت العملية الحمد لله سيب خير تمام ماشي كويس. طبعا استعملت حبوب ياهول كنوزال حبوب مكلفة جدا وغالية من 15/9 بستعمل فيها لحد يوم الليل. طيب الحمل عندنا دي اللي هو نفس الحكاية في الغدم اليمنى كانت طبعا عبارة عن إصابة فطرية لها 16 سنة بعد عملت لها عملية كم مرة برضو ما كان في ما كان العلاج ناجع ما استحيت تستعمل في الحبوب وكيتونا طبعا. العيانة الثانية دي عند ما يستوى برضو بتطلع حبوب سوداء في الظهر اللي هي 13 سنة عملت عملية قبل سنة لكن حصل لها رجوع مرة تانية زي ما شايفين دي العملية القديمة ودي الفتحة الجديدة هنا برضو هنقوم هتخش عملية تانية إن شاء الله. العيادة دي عندها مايستوما برضو في الغدم اليسرى اللي هي 3 سنة 4 سنة وبتطلع حبوب سوداء طبعا
برضو هتخش عملية جراحية ان شاء الله عشان نشيلها. تستعمل في حبوب الكيتوناز مستمرة فوق لحد الان. يمكن بروفيسور فحل لاحظنا اختلاف في مناطق الإصابة وتتدرج من القدم إلى الساق إلى الفخذ. طالما هي الإصابة في القدم أو عن طريق الجروح في المناطق السفلية، كيفية انتقاله إلى المناطق العليا؟ عموما الإصابة تكون دائما في القدم، حوالي 70% من المرضى مصابوا في القدم، القدم الشمال القدم اليمين تقريبا يعني في نسب متساوية. ممكن يكون في القدمين الاثنين. ممكن يكون في الفخص، ممكن يكون في الركبة، ممكن يكون في الرأس أو في الظهر حسب كما لاحظنا. فبمعنى الإصابة حصلت في الرأس أو حصلت في الأظهر، لكن نادر ما تنتشر عن طريق الجهاز الليمفاوي وتصل لمناطق أخرى. الأنواع البكتيريا بتكون دائما بتكون موجودة دائما في القدم، لكن بتكون في مناطق أخرى، بتكون في الرأس، بتكون في الظهر، بتكون في الصدر، بتكون في مؤخرة الظهر. طب لو وقفنا على الاختلافات ما بين النبت الفطري المسبب من فطريات والآخر المسبب من بكتيريا، ده حسي النوع الأول اللي هو المسبب عن فطريات، هو حقيقة الاثنين تقريبا عندهم صورة سريرية واحدة، اللي هو الورم هو بيكبر تدريجيا ويكون فيه فتحات وفيه حبوبات بتطلع. لكن المرض المسبب البكتيري بتكون دائما أسرع انتشاره أسرع، بيعمل تلف أسرع، بصيب العظام في وقت أسرع، وبيكون انتشاره أكبر من الورم المصيب الفطريات. الفطريات بتكون دائما الورم بيكون موجود مسافة طويلة، دائما بيكون متحوصل حوالين حوصلة كبيرة جدا، دائما انتشاره يكون بطيء، ما يكون يعني التهابات ما أقل من التهابات على البكتيريا، وبصل العظام في فترة أطول. ودي حكاية كويسة لأنه ممكن السيطرة عليه. لكن كي لاحظنا تكرار العمليات، هل معنى ذلك أنه الآن هذه العملية لا تكون هي العلاج الأنجع؟ دي مشكلة كبيرة في المرض، يعني نشبه بس بالورم الغير حميد، الورم الخبيث اللي هو كل انتهى عملية برجع تاني في نفس المنطقة دي يعني دي واحدة من المشاكل اللي واجهنا مع المرض. نعمل عملية ارجع تاني، عشان كده حاسة انها بتفتكر انه لازم تعمل عملية بعد ما تاخد فترة كويسة في العلاج الطبي غير الطبي. بعد فترة المرض تكون متحوصل، تكون بقى اقل انتشارا، ممكن تشيلوا عملية جراحية بتقليل الاثر شوية. حتى العملية برضه لازم المريض يستمر في العلاج الطبي بتاعه او غير الطبي مسافة طبيعية، ده عشان ما يحصل رجوع للمرض. الحالة المهمة هؤلاء المرضى لازم يكونوا تحت العناية الطبية المستمرة. يعني احنا من العيادة محولة في صوبة كل يوم اثنين الصباح بنشوف ناس عملوا لهم عمليات قبل 10 سنين، لكن بيجي بنشوف نتأكد انه ما عندهم رجوع المرض. أيضا لو حصل المرض رجع نقدر نعمل عملية في وقت مبكر ويكون الورم في حجم صغير ويتشال غير مشاكل كثيرة. طيب نشوف الجولة الطبية الثانية والنوع الآخر من الماستوما المسببة عن البكتيريا. طيب الورم ده بدأ معاك من 200 يعني حاجة 3 سنة. طيب بيطلع شنو الفتحات دي اللي بيطلع منها؟ شنو بطلع من دي؟ دم أمه وأبيض هو بري بري زي العيش. هاي طيب أخذت لي أي علاج؟ كان عند الدكتور أدانا حقنا ستروك في نيالة. طيب الحالة دي تعتبر نوع يعني تاني، النوع الآخر من المايسيتوما اللي هي الإصابة البكتيرية، ودي عادة إذا جات بدري استجابة للعلاج الكيميائي كويسة خالص وممكن يحصل شفاء كامل. Thank you.
بدات حبه صغيره، المرض بدا حبه صغيره هنا في اليد ويتطور ورد شويه، وكانت بيها ما في الم، ف بقى في ورم وما في الم كده طوالي ماشي لحد ما زادت بك كبيره شديد او زي الوضع اللي حسيت شايفينه ده. ففتحتها قبل كده زرعتها وطلعت يعني طلع ابسس، انا ما اعرف ابسس شنو، وهسه ثاني برضه ما برضه اخذت علاج بلدي وكده هناي يمكن 3 سنة من فتحتها، لكن يعني هي اخذت قريبة 6 سنة كده، 6 سنة كده، و3 سنة فتحت لها عملت لها عملية وزرعتها وكده وما ما ما في حاجة وفيها ألم يعني هسه. المريض ده ذكر يعني حاجتين مهمات، أول حاجة هو ذكر إنه من الجزيرة، والجزيرة تعتبر من المناطق ال فيها نسبة عالية من الإصابات، يعني من المناطق المستوطن فيها المرض. وذكر حاجة تانية برضو إنه هو مزارع، وبرضو من لأن المرض ده يعني برضو نسبة عالية بين المزارعين والرعاة، وده غالبا يعني لطبيعة المرض لأنه الناس بتفكر إنه مصدر من البيئة، البيئة اللي بيعملوا فيها المزارعين والرعاة هي أقرب للإصابة بالمرض. طيب عندنا المريض ده يعني ده سؤال اخر للمرضى، وعمرك كم يا 11 سنة، يعني المريض ده عمره 11 سنة، يعني المرض ما في عمر معين هو اللي بيتأثر، كل الاعمار الاطفال الناس الكبار وكده، فدي غالبا مايسيتوما فطرية تأثر على القدم اليسرى، وغالبا حيكون علاجه جراحي بالإضافة للعلاج الكيميائي. أعزائنا كل التمنيات بالصحة والعافية للجميع، نواصل الحديث مع بروفيسور الفحل عن النبت الفطري أو الماسيتوما. يمكن هذه الحالات التي شاهدناها هل تعتبر من الحالات المتقدمة جدا أو مضاعفات الحالة؟ والله يعني الحالة بتاعت اليد دي كانت متقدمة شوية، المريض لقى الله يسفي يحرك أصابعين وتحرك الرست ما قدر يتحركه، ويعني عطلت يده تقريبا ما قدر يشتغل بها خالص. المشكلة كبيرة انه كل ما العيان جاء متأخر كل ما كان علاجه كان اصعب، كل ما كانت تجي هي ما 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 ايجابية خلاص. ايضا بنلاحظ انه في كثير من المرضى الجيران استطلاع معهم بيركزوا دائما على العلاج البلدي، خطورة العلاج البلدي لمثل هذه الحالات؟ لا، مشكلة كبيرة العلاج البلدي لانه اول حاجة كنت تأخير لحضور المريض المصيفة، العلاج الطبية يعني العلاج الطبية تكون متأخر جدا لما يأخذ علاج بلدي مسافة طويلة. العلاج البلدي عنده مشاكل مضاعفات ذاته، ممكن يعمل التهابات في الجلد، التهابات جات الجلد، يعمل حروقات في الجلد، يعمل التهابات حادة برضه، ودي مشكلة كبيرة.
ودي برضه بتأخر العلاج بتاعه. أنا هضطر أعالج أول حاجة مضاعفات العلاج البلدي، بعدك تعالج المرض بحد ذاته. نعم. طيب احنا برضو هجرينا من خلال ضمن الجولة الطبية اللي قمنا بها، صورنا بعض الحالات بعد العملية اللي هي بعد إجراء العملية، بنتابعها ونعود للتعليق مرة أخرى إن شاء الله. المريضة اللي بنشوفها قدامنا دي مثال لحالة بعد الجراحة اللي أجرت لها عملية بتاعت إزالة كاملة للمايسيتوما، وجرى لها غيار يومي، وزي ما شايفين الأنسجة شكلها سليم تماما، يعني ما فيها أي إصابة وما فيها التهاب، وغالبا حل لها عملية تانية بتاعت ربع جلدية لتغطية المنطقة القدامنا دي. طيب المريض اللي هسه معانا ده بعد عملية الربع جرت له عملية بتاعت إزالة للورم من المنطقة دي كلها، وكان في إزالة لجزء كبير من الجلد معانا، وجينا عملنا له ربع في المرحلة الثانية. كان واضح هذه الحالة بعد إجراء العملية، هل العمليات تختلف من حالة إلى أخرى؟ والله تقريبا قريبة لبعض، لكن تحتمد إنه الحجم بتاع المرض قدر شنو. كل ما كان الورم كبير كل ما العملية كبيرة. كل ما كان في ممكن تكفل الجلد بطريقة عادية، مضطر نحطين رقعة. الربعة دي بالذات بتكون من ياتو منطقة، يعني بتتشال من منطقة معينة من الجسم، ولا دائما نشيلها من الفخذ الغير مصاب. نعم. ونحطها في حتة مصابة الكرات الثانية دي، وعملية سهلة، ما منها خوف، ما منها حاجة، ما منها اشكال كبيرة، وتعتبر ناجحة 100%. عملية كويسة جدا ناجحة، ما في أي مشاكل. نعم. معروفة يعني ما في أي اشكال. لكن لاحظنا تكلفة العلاج العالية والباهظة، على أساس إنه واحد من المرضى ذكر إنه تقريبا كل أسبوع حوالي 100,000 تقريبا، لماذا هذه التكلفة؟ والله الأمر هؤلاء يعني العغير، هذا العغير مكلف، أصلا مكلفة لكن متواجدة، متواجدة بكمية كبيرة، متوفر في السودان، متوفر برا السودان، لكن المشكلة الرئيسية هي لنا أسعارها قالة جدا مكلفة لهؤلاء المرضى. هؤلاء المرضى أصلا هم من شرائح اقتصادية ضعيفة، هم مزارعين ورعاء، يعني لا يستطيعون الحصول على المبالغ الهائلة للعلاج دي، وده يمكن يكون من أسباب حضور متأخرين. يمكن يكون من الأسباب إنه يمشي يأخذ علاج بلدي. يعني أنا بتمنى إنه الدولة والجهات الرسمية والناس الخيرين يعني يطلعوا هؤلاء المرضى، لأن هؤلاء المرضى أصلا عندهم مشكلة إنه لا يستطيعوا علاج أنفسهم بأنفسهم. يعني في ناس خيرين الله يتصلوا بينا واعتبر برا لهؤلاء المرضى، في جهات برضا خيرة برضا اتصلت بينا وبدت عن هؤلاء المرضى، لكن يعني دعمي بسيط. يعني لازم تكون حاجة مقننة معروفة لهؤلاء المرضى. الدولة بتدعم مرضى الفشل الاسترالي، وحقه برضو تدعم هؤلاء المرضى، لأن هؤلاء أصلا ممكن أثر على الاقتصاد، لأن كلها مش رايحة، الشباب والأطفال، شباب وأطفال وناس عندهم المقدرة العطاء. نعم. وأنت بتعطل كبير من المجتمع. البتر برضو تعطيل للإنسان اجتماعيا. نعم. ونفسيا وطبيا. نعم. وما مشكلة كبيرة البتر لو حصل بالنسبة لهذا المرضى. نعم. هل ممكن نقول يعني في كلمة أخيرة هذا المرض يأخذ شكل وباء حاليا؟ والله هذا المرض موجود، موجود بكسل، لكن مهمل إهمال شديد. نعم. إهمال في القطاع الصحي، إهمال من الدولة، إهمال من الخيرين والمواطنين أنفسهم. والمواطنين أنفسهم. نعم. نتمنى أن كل هذه المجهودات بإذن الله تكلل بالنجاح، وأن تتم المعرفة الثقافية الصحية بالنسبة لكل الناس بإذن الله، حتى نحاول أن نتقي شر هذه الوبائيات وشر الأمراض بإذن الله. نحن في الختام نشكر الدكتور أبو بكر حسن، نائب أخصائي بجراحة بمستشفى سوبا، والدكتور عمار بيتروف برضو طبيب امتياز بمستشفى سوبا. الشكر يجزله للبروفيسور أحمد حسن فحل لتكبده المشاق وحضوره داخل الاستوديو وتقديم هذه الإفادات القيمة في هذه الحلقة. نتمنى أن تغيق في مساحة أوسع بمشيئة الله. شكرا جزيلا ولدكم الصحة والعافية إن شاء الله. نصيحة لوجه الله لكل المشاهدين.
والله الناس تدري، بس اي ورم في الرجل او في اي حته الناس تجي بدري، تجي بدري ويكشف عليهم، انتم عيال الناية ان شاء الله وكل شيء باذن الله باذن الله ان شاء الله. شكرا لبروفيسور احمد حسن فحل استاذ الجراحه بكليه الطب جامعه الخرطوم ومركز ذبح حسن ماستوما بمستشفى سوبا الجامعي. ايضا لا يفوتنا ان نذكر بانه حائز على وسام العلم الذهبي لابحاثه القيمه في مجال نبت الفطري او الماستوما. ونقول لكل المشاهدين لا تيأسوا من رحمه الله، فان بعد العسر يسرا طالما هنالك ذو الرحمه في قلوبهم أمثال البروفيسور فحل وأعوانه من عاونوه في هذا المجال، فالدنيا بخير. شكرا لمتابعتكم، تذكروا دائما بأن الوقاية خير من العلاج، شعار نرفعه دائما، وأن الصحة وثيقة تأمين على السعادة. إلى أبدا عزيزي المشاهد لا تفقد الأمل، فمهما كانت متاعبك وهمومك فلا تيأس أو تفقد أعصابك أو تظن أن أبواب رحمة ربك قد أغلقت في وجهك، أبدا، إنها إرادة الله، فإن بعد العسر يسرا. ولطالما كانت الإنسانية موجودة فستظل أبواب رحمة الله مفتوحة للجميع. والإنسانية عطاء إلهي اختص الله بها بشرا بيننا، ففاضت قلوبهم بالرحمة والإنسانية، يبذلونها بسخاء لمن يحتاجونها ويجدون سعادة في منحها. وجهل الحق سبحانه وتعالى إليهم في حديثه القدسي بقوله: اطلبوا الحوائج إلى ذوي الرحمة، اطلبوا الحوائج إلى ذوي الرحمة من أمتي ترزقوا أو تنجحوا، فإن الله تعالى يقول: رحمتي في ذوي الرحمة من عبادي. ولا تطلب الحوائج عند القاسية قلوبهم فلا ترزقوا ولا تنجحوا، فإن الله يقول: إن سخطي فيهم.